إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم أوراق منسية. رحلة استكشاف فيما وراء أحداث الفن والأدب وشخوصهما، يصحبكم فيها الدكتور سيد علي إسماعيل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحلقة الثانية وهي عن أسرة علي باشا مبارك. من منا لا يعرف علي باشا مبارك، صاحب أهم كتاب في عصره وهو الخطط التوفيقية، الذي يعد موسوعة بكافة الأشياء الخاصة بالقاهرة، مثل الحواري والأزقة والمساجد والآثار والشوارع إلى آخره. علي باشا مبارك هو المبعوث إلى فرنسا ضمن بعثة الأنجال التي ضمت الخديوي إسماعيل. تولى علي باشا مبارك ديوان المدارس ونظارة المهندس خانة ونظارة القناطر الخيرية وإدارة السكك الحديدية، وتقلد ثلاث وزارات: الأوقاف والمعارف والأشغال العمومية. علي باشا مبارك كتب سيرته الذاتية بقلمه ونشرها في مقدمة كتاب الخطط التوفيقية. تعرض إلى الحديث بعض الشيء عن أسرته، بل عن زوجاته، ولكن بإشارات مقتضبة. لكن الشيء الغريب أنه لم يذكر شيئا عن أولاده، لدرجة أن البعض ظن أنه عقيم لا ينجب. يقول علي باشا مبارك عن زوجاته إنه عندما تعين خوجة، أي مدرسا بمدرسة ترى، تأهل أي تزوج بكريمة معلمه في الرسم بمدرسة أبي زعبل، وكان أبوها مات وصارت إلى حالة الفقر. تزوج بها لما كان من والدها من آثار جيدة في التربية والتعليم له. قال أيضا أنه سافر بمعية أحمد باشا المانيكلي، وتزوج قبل سفره بعد موت زوجته الأولى بقريبة لأحمد باشا توبس قال، وكانت ذات مال وعقار وكانت يتيمة. وفي موضع ثالث قال: عندما أراد المرحوم سعيد باشا التوجه إلى بلاد أوروبا، رفض أغلب من كان في معيته، وكان علي باشا ضمن المرفوضين. وقبل الرفض كان تزوج واشترى بيتا بضرب الجماميز. إذن تزوج ثلاث مرات علي باشا مبارك. الأولى توفيت في حياته، ولا نعلم هل أنجب أولاد أم لا. الوثائق هنا المنسية تخبرنا بأشياء جديدة وغريبة. الوثائق تذكر أسماء الزوجات والأولاد، فالزوجة الأولى التي قال أنها تزوجها وفاء لأستاذه في مدرسة أبي زعبل وماتت في حياته اسمها ليلى، أنجب منها ابن الأول يوسف. أما الزوجة الثانية فكانت اسمها برلنتي، وأنجب منها ابنه الثاني علي، وأنجب منها أيضا ابنته الأولى حبيبة. أما زوجته الثالثة والأخيرة فاسمها دلبر، أنجب منها ابنه الثالث إسماعيل، وابنه الرابع حبيب، وابنته الأخيرة علية. هذه الأسرة عاشت في ضنك كبير للأسف الشديد بعد وفاة هذا الوزير الخطير، لدرجة أن المعاش الذي ترك لهم كان لا يكفيها أو لا يكفي الأسرة ولا أفرادها. الوثائق تقول إن ابنته الحبيبة تنازلت عن معاشها، أي ما نسميه الآن استبدال المعاش، تنازلت عن معاشها طوال حياتها مقابل 100 جنيه تستلمها من خزانة الدولة كي تدبر أمور زواجها، أي تجهز نفسها بنفسها، ابنة وزير لثلاثة وزارات، ابنة علي باشا مبارك. طيب معاش زوجته دلبر
اقتطع طبعا للأسف الشديد سنة 1899، لأن المعاش في ذلك الوقت لم يكن مستمرا طوال العمر لكن لفترة معينة. للأسف الشديد منحت معاش استثنائي من مجلس الوزراء، ولكن للأسف إن الأبناء ضجوا بالشكوى من العيش. 40 سنة عاشوا بعد هذا الوزير الخطير، للأسف لا يستطيعون أن يعيشوا دون مورد. فبنجد مذكرة رسمية مرفوعة من قبل اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء، يقول فيها أن الست ديلبر هانم اللي هي أرملته منحت معاش قدره 20 جنيه، وقطع هذا المعاش لوفاتها. المشكلة ليست فيها بل في أولادها. فنجد ابنها حبيب طلب أنه بوفاة والدته انقطع المعاش وكان يعيش في كنفها، ومن خلال هذا المعاش الذي اقتطع فأعطوه معاشا استثنائيا 10 جنيهات مدى الحياة. والابن الثاني إسماعيل قدم طلبا مماثلا لأنه لم يستحق المعاش أساسا، لأنه كان أكثر من 15 عاما عند وفاة الوالد، فبيلتمس ترتيب معاش استثنائي له لأنه كان يعيش في كنف والدته. قطع المعاش للأسف الشديد، وقطعت كل سبل الإنفاق لأولاد علي باشا مبارك. فتدخل مجلس الوزراء ووضع لهم معاش 5 جنيهات كل شهر ولمدة محددة فقط. للأسف الشديد الضيق داق على هؤلاء الأولاد لدرجة أن أحدهم بلغ سن 60 من العمر، وللأسف كان ذي عهد مستديمة يعني قعيد. من أين يأتي؟ فللأسف الشديد قدموا التباسات عديدة فأعطوه 5 جنيهات أيضا مدى الحياة، شريطة ألا يتوارثها أي ابن بعد ذلك. السؤال هنا، كل هذه الأوراق المنسية التي تتعلق بهذا الوزير الخطير، وزير لم تنجب مصر مثله، تخلت 3 وزارات، أنا لم أذكر ماذا فعل في دار الكتب التي أنشأها، لم أذكر دار العلوم التي أنشأها، لم أذكر أشياء كثيرة قام بها. ده كفى أن تقسيم القاهرة أيام الخديوي إسماعيل اللي بنقول عليها الأوبرا وسط البلد، ده كان من تقسيماته هو. هذا الرجل للأسف الشديد أن البحوث والكتابات تهتم بالشخص عندما يكون جالسا على الكرسي، عندما يكون وزيرا، لكن ما بعد وفاته أو بعد ترك الوزارة أو ترك الكرسي ماذا يفعل أو ماذا تفعل الأسرة؟ هذه أسرة علي باشا مبارك، وهذه الأوراق ما زالت محفوظة ومنسية في ملفه الموجود في دار المحفوظات العمومية تحت رقم 39998، محفظة رقم 3034. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أوراق منسية. مع تحيات دكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ بآداب حلوان.